السلام عليكم أعزائي التلاميذ، فقرة اليوم ستتناول الدوال الزوجية والدوال الفردية، إذن هي الفقرة الرابعة. في البداية نتعرف على الدوال الزوجية. ألف نشاط، نعتبر الدالة العددية F بحيث F دو X تساوي القيمة المطلقة لـ X. A حدد D دو F. ب احسب f لواحد و f لناقص واحد، ماذا تلاحظ؟ س بين ان لكل x او بين انه لكل x انه لكل x من d دو f لدينا مقابله ينتمي لد دو f ناقص x، و f لناقص x تساوي f دو x. د ارسم س f منحنى الدالة F في معلم متعامد المنظم OEG، ماذا يمثل محور الأرتيب بالنسبة لـ CF؟ الحل: إذن كما رأينا سابقا الدالة أو بالأحرى القيمة المطلقة معرفة لكل عدد، إذن D دو F يساوي R. B لدينا F لواحد، ممكن أن نحسب F لواحد لأن F معرفة على R. F لواحد تساوي القيمة المطلقة لواحد تساوي واحد، و F لناقص واحد تساوي القيمة المطلقة لناقص واحد تساوي واحد. إذن نلاحظ أن F لناقص واحد وواحد متساويتان. نلاحظ أن F لناقص واحد تساوي F لواحد. سؤال سي، بين أنه لكل X من D دو F لدينا ناقص X ينتمي لD دو F. بعبارة أخرى، بين أن كل عدد ينتمي لـ D دو F فمقابله ينتمي أيضا لـ D دو F. بما أن D دو F يساوي R، فإنه لكل X من D دو F أيضا لدينا ناقص X أيضا ينتمي لD دو F. لماذا؟ لأن لكل عدد حقيقي هناك عدد مقابل، هناك عدده المقابل أو مقابله، و ليكن X من R لدينا F لناقص X تساوي القيمة المطلقة لناقص X، عددان متقابلان لهما نفس القيمة المطلقة، إذن تساوي X تساوي F دو X تساوي F دو X. إذن لكل X من D دو F ناقص X ينتمي لD دو F، و F لناقص X تساوي F دو X. سؤال د، نرسم أولا المعلم لكي ننشئ F. إذن لإنشاء منحنى الدالة F نرسم أولا المعلم المتعامد المنظم. لدينا الصورة ديال صفر هي صفر، قد سبق لنا رسمنا هذه الدالة، وصورة ديال واحد هي واحد. إذن F لX تكتب على شكل X إذا كان X أكبر من صفر، وتساوي ناقص X إذا كان X أصغر من صفر. إذن تمثيل مبياني لـ F دو X عبارة عن نصفي مستقيم لهما نفس الأصل هو النقطة O. نصف المستقيم الأول يمر من النقطة ذات الإحداثيات، من النقطة الأولى ذات الإحداثيات واحد واحد، ونصف المستقيم الآخر يمر من النقطة دائما نفس الأصل ويمر من النقطة ذات الإحداثيات ناقص واحد واحد.
فيما يخص الملاحظة، إذن بقليل من التأمل يظهر بأن المنحنى الدالة F متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. نعم، أي النقطة دي متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب، يعني هذه النقطتين متماثلتين M و M فتحة، يعني أن هذا المستقيم أي محور الأراتيب هو وسط القطعة M M فتحة. إذن نلاحظ أن CF متماثل، أن CF متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. إذن تعريف الدالة الزوجية ب تعريف، لتكون F دالة عددية وديدو F مجموعة تعريفية. F دالة زوجية يعني لكل x من d دو f ناقص x ينتمي لd دو f و f لناقص x تساوي f دو x. بعبارة أخرى، إذا كان x ينتمي لd دو f فإن مقابل x أيضا ينتمي لd دو f، و لعددين متقابلين نفس الصورة. هاد العبارة ديال لكل x ينتمي إلى d دو f ناقص x ينتمي إلى d دو f نقدر نعبروا عليها بأن محور، أن حيز التعريف متماثل بالنسبة للصفر، يعني كل عدد موجب له مقابله أو مقابله أيضا ينتمي إلى d دو f. إذن استثمارا للنشاط السابق، نلاحظ أن لكل x ينتمي لd دو f ناقص x أيضا ينتمي لd دو f و f لناقص x تساوي f لx، إذن f دالة زوجية. كما أن في الملاحظة اللي لاحظنا بأن cf متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب، نعمم هذه الخاصية بالنسبة للدول الزوجية. ب تأويل هندسي، الهندسي. إذن قلنا نعمم هذه الخاصية، خاصية لتكون F دالة عددية و CF منحناها في معلمين متعامدين منظمين O E G. F دالة زوجية زوجية إذا وفقط إذا كان CF متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. أمثلة، عفوا هنا جيم، إذا وافقت إذا كان CF متماثلا دال. أمثلة، نعتبر دالة F التي تربط كل X ب cos X. لدينا d دو F يساوي R، إذن لكل X من d دو F، لكل X من d دو F أيضا مقابله ينتمي إلى d دو F. الشرط الأول تحقق. ثم
نعلم في الدائرة المثلثية أن كوسينوس ديال واحد الزاوية ألفا كوسينوس هو بمثابة الإسقاط على محور الأفاصيل. إذن ألفا وناقص ألفا نعمل الدائرة أن لهما نفس الكوسينوس، يعني ألفا وناقص ألفا لهما نفس الكوسينوس. إذن F لكل X من R X من R F لناقص X تساوي كوس لناقص X تساوي كوس X كنتيجة. إذن F دالة زوجية. الشرط الأول يعني كل عدد من ديدو F مقابله أيضا ينتمي من ديدو F وعددان متقابلان لهما نفس الصورة يساوي F دو X. إذن F دالة زوجية. نعتبر مثال أول. المثال الثاني F دو X تساوي x أس 4 زائد 1 على x أس 2. لدينا d دو f يعني هنا تلاحظوا بأن f معرفة على r باستثناء صفر. إذن d دو f يساوي r نجمع ومنه إذا كان x يخالف صفر إذن لكل x من d دو f إذا كان x يخالف صفر فإن كل x ناقص x أيضا يخالف صفر يعني ناقص x ينتمي d دو f. إذن ليكن x من d دو f عندنا f ديال ناقص x تساوي ناقص x أس 4 زائد 1 على ناقص x أس 2 تساوي هنا عندنا الأس الزوجي يعني تمشي هذاك ناقص تبقى لنا هي x أس 4 زائد 1 على x أس 2 وما هي إلا f لx. إذن عددان متقابلان لهم أو بالأحرى لكل عددين متقابلين نفس الصورة. إذن F دالة زوجية. مثال ثالث f دو x يساوي 1 على x ناقص 4. لدينا d دو f هو x ينتمي الى r حيث x ناقص 4 تخالف الصفر يعني x ينتمي الى r حيث x يخالف 4 يعني d دو f يساوي R محرومة من العدد 4. إذن بمجرد أن ناقص 4 ينتمي إلى D دو F و 4 لا تنتمي إلى D دو F فإن F ليست بدالة زوجية. لدينا ناقص 4 ينتمي إلى D دو F و 4 مقابله هو 4 لا ينتمي إلى d دو f إذن f ليست زوجية ليست دالة زوجية. إذن كما سبقت الإشارة شرط من شروط لكي تكون f دالة زوجية هو d دو f يجب أن يكون متماثل بالنسبة للصفر.
دعنا نمر للفقرة الموالية وهي الدوال الفرزية أو الدالة الفردية. ثانيا الدالة الفردية. ألف نشاط، نشاط نعتبر الدالة الجي جي المعرفة المعرفة ب اف جي دو اكس تساوي القيمة المطلقة لإكس ناقص واحد زائد القيمة المطلقة لإكس زائد واحد. أ حدد دي دو جي. ب احسب جي ديال واحد على جوج و جي ناقص واحد على جوج. ماذا تلاحظ؟ سي بين أن لكل إكس من دي دو جي ناقص إكس ينتمي إلى دي دو جي و جي لناقص إكس تساوي ناقص جي دو إكس. بي اكتب جي دو اكس بدون رمز القيمة المطلقة. ثم انشئ سي جي في معلم متعامد منظم او اي جي. ماذا يمثل اصل المعلم او بالنسبة لسي دو جي؟ اذن الحل اولا نعتبر الدالة جي معرفة ب جي دو اكس تساوي القيمة المطلقة لإكس عفوا هنا ناقص بدل من زائد باش تستجب الهدف ديال النشاط. إذن جي دو إكس تساوي القيمة المطلقة لإكس ناقص واحد ناقص القيمة المطلقة لإكس زائد واحد. حدد دي دو جي. دي دو جي كما تلاحظون جي ما لا تحتوي لا على مقام ولا على جذر، إذن معرفة في R. دي دو جي يساوي R. حسبوا F ديال واحد على جوج، جي ديال واحد على جوج. جي ديال واحد على جوج، جي واحد على جوج تساوي القيمة المطلقة ديال واحد على جوج ناقص واحد ناقص القيمة المطلقة لإكس زائد واحد عفوا لواحد على جوج زائد واحد تساوي القيمة المطلقة لناقص واحد على جوج ناقص القيمة المطلقة لثلاثة على جوج تساوي واحد على جوج ناقص ثلاثة على جوج تساوي ناقص واحد. جي و جي لناقص واحد على جوج تساوي القيمة المطلقة لناقص واحد على جوج ناقص واحد ناقص
القيمة المطلقة لناقص واحد على جوج زائد واحد تساوي ناقص ثلاثة على جوج ناقص واحد على جوج تساوي ثلاثة على جوج ناقص واحد على جوج تساوي واحد. نلاحظ أن جي لناقص واحد على جوج تساوي مقابل صورة واحد على جوج، يعني ناقص واحد على جوج. سي لدينا د دو جي يساوي ار، إذن لكل اكس من د دو جي ايضا ناقص اكس ينتمي لد دو جي، ان لكل عدد حقيقي له مقابله، و ولكل اكس من ار لدينا جي. أذكر بهذا الشرط، لماذا هذا الشرط ضروري؟ إذا كان x ينتمي إلى d دو جي فإن ناقص x هو الآخر نتحقق بأن ناقص x هو أيضا ينتمي إلى d دو جي لكي نتمكن من حساب g لناقص x، يعني ناقص x بالضرورة خاص يكون ينتمي إلى d دو جي باش ممكن نحسبه تكون له صورة. إذن g لناقص x يساوي هو القيمة المطلقة لناقص x ناقص واحد ناقص القيمة المطلقة لناقص x زائد واحد تساوي هي القيمة المطلقة لناقص x زائد واحد ناقص، أنا نعمل واحد ناقص ناقص x ناقص واحد، ونعلم أن كل عدد أو بالأحرى عددين متقابلان لهما نفس القيمة المطلقة، إذن هذا هو القيمة المطلقة ديال x زائد واحد ناقص القيمة المطلقة لx ناقص واحد تساوي نعملو بواحد ناقص هنا، إذن إلى عملنا بناقص غتكون عندنا هنا ناقص القيمة المطلقة لx زائد واحد زائد القيمة المطلقة لx ناقص واحد تساوي، تلاحظوا بان هذا الجمع التبادلي غنكتب هذا ناقص هذا وتبقى لي ناقص، ولا بدلنا هذا لهنا اش غتبقى لي هي ناقص جي دو اكس. اذا نمر الى الدي، لدينا د دو اكس جي دو اكس بدون رمز القيمة المطلقة جي دو اكس تساوي قلنا هي القيمة المطلقة لإكس ناقص واحد ناقص القيمة المطلقة لإكس زائد واحد. إذن هنا لكي نتخلص من القيمة المطلقة تندرس الإشارة ديال x ناقص واحد، وهذه تتكون موجبة إذا كان x أكبر من واحد، وهذه تتكون موجبة إذا كان x أكبر من أو يساوي ناقص واحد، وبالتالي غنكتبوها على شكل جدول باش توضح لنا أكثر. x القيمة المطلقة لx ناقص واحد القيمة المطلقة لx زائد واحد ثم g دو x هنا ناقص ما لا نهاية هنا واحد هنا عفوا نبدأ بناقص واحد ثم واحد
زائد ما لا نهاية. إذن هذه ستنعدم هنا إذن x ناقص واحد تكون موجبة إذا وافقت إذا كان x أكبر من أو يساوي واحد. لا سالبة هذه موجبة إذا وافقت إذا كان x أكبر من ناقص واحد من ناقص واحد هنا هنا. نرجعوا دابا لهنا بما أن هنا سالبة إذن هذا العدد سالب إذن المقابل ديالو شنو هو؟ القيمة المطلقة ديالو هي المقابل ديالو غتولي لنا واحد ناقص x. هنا دائما سالبة إذن غتكون القيمة المطلقة هي المقابل واحد ناقص x. هنا موجبة يعني القيمة المطلقة ديال هذا العدد x ناقص واحد هي x ناقص واحد نفسه. هنا سالبة وبالتالي القيمة المطلقة غتكون المقابل ناقص x ناقص واحد. هنا موجبة يعني القيمة المطلقة ديالته هي نفسه x زائد واحد نفس الشيء هنا x زائد واحد وبالتالي g دو x تساوي هذه القيمة ناقص هذه يعني واحد ناقص x ناقص هذه فاش غادي نقصوها اش غادي يبقى لنا اثنان واحد ناقص x ناقص هنا غتكون عندنا واحد ناقص x ناقص x ناقص واحد اللي هي ناقص جوج x هنا غتصبح لنا هي ناقص اثنان غنديرو هذه ناقص هذه تعطينا ناقص اثنان. إذن تعبير جي دو إكس بغياب في غياب رمز القيمة المطلقة تصبح كالتالي جوج إذا كان إكس أصغر من أو يساوي ناقص واحد وتساوي ناقص جوج إكس إذا كان إكس ينتمي إلى المجال ناقص واحد واحد وتساوي ناقص جوج إذا كان إكس أكبر من أو يساوي واحد ومنه تمثيل ديالها نحتاج الرسم المعلم. إذا ننشئ السجاي بعد إنشاء المعلم المتعامد المنظم من خلال الصيغة ديال جي دو إكس عندما إكس يأخذ قيم أصغر من أو تساوي ناقص واحد لدينا جي دو إكس ثابتة وتأخذ قيمة اثنان. إذا يكفي نأخذ واحد النقطة هنا ونقطة أخرى هنا ولا التالي التمثيل غادي يكون هكا. ثم عندنا الصورة ديال هذه بمثابة دالة خطية إذن الصورة ديال الصفر غتكون صفر وبالتالي غتمر الدالة من هنا في هذا الجزء هذا غتكون جزء من دالة خطية. بقى لنا هاد الجهة على يمين واحد عندنا الدالة تأخذ قيمة ثابتة هي ناقص اثنان. هنا الدالة الخطية إذن تتلاحظوا هذا هو السجي. أش يمكن نلاحظوا له؟ نلاحظ بأن السجي متماثل بالنسبة لأصل المعلم. إذن نلاحظ أن السجي متماثل بالنسبة لأصل المعلم. بالنسبة لأو أصل المعلم أو بالنسبة للنقطة أو أصل المعلم. إذن الدواء التي تحقق الخاصيات التي رأينا في النشاط تسمى دالة فردية. تعريف F دالة فردية ودي دو F عفوا F دالة عددية ودي دو F مجموعة تعريفية. f دالة فردية يعني لكل x من d دو f مقابل x ايضا ينتمي ل d دو f و f لناقص x تساوي ناقص f لx. بعبارة اخرى لكل x من d دو f مقابله ينتمي ل d دو f وصورة عددين متقابلين لهما يكون او عددين متقابلين تكون لهما صورتين متقابلتين. واستثمارا لهذا النشاط كما تلاحظون بان هذه الدالة قلنا دالة فردية لأنها حققت التعريف نلاحظ أن منحنى متماثل
بالنسبة لأصل المعلم. إذن هذه خاصية تميز الدوال الفردية. لتكون F دالة عددية و CF منحناها في معلم متعامد منظم O E G. F دالة فردية إذا وفقط إذا كان CF متماثل بالنسبة للنقطة O أصل المعلم. نمر إلى بعض الأمثلة. نأخذ f دو x تساوي سينوس x. لدينا d دو f يساوي r. وبالتالي لكل x من d دو f ناقص x أيضا ينتمي لd دو f. صورة ناقص x بf تساوي سينوس ناقص x تساوي ناقص سينوس x. نعلم أن سينوس ناقص x هو ناقص سينوس x تساوي ناقص f دو x. إذن f دالة فردية. المثال الآخر g دو x تساوي x أس 3 على القيمة المطلقة لـ x ناقص 1. لدينا d دو g هو r ناقص ثنائية ناقص 1 1. إذن لكل x من d دو g ناقص x ينتمي لـ 2g. تلاحظون بأن مجموعة التعريف متماثلة بالنسبة للصفر. ولكل x من d دو g لدينا g ناقص x هي ناقص x أس 3 على القيمة المطلقة لناقص x ناقص 1 تساوي ناقص x أس 3 على القيمة المطلقة لx ناقص 1 أي ناقص g دو x. وبالتالي g دالة فردية. شكرا على انتباهكم وإلى حصة قادمة. إلى اللقاء.